السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم القوق بواحد الطريقه اللي هي سهله، وغادي يبقى اللون ديالو ابيض وممكن نحتفظوا به في المجمد. اول حاجه غادي ناخذ واحد الحامضه ونحكوها. بسم الله، ناخذ الماء اللي غادي نديروا فيه الحامض وغادي ننزلوا فيه هاد القشور اللي حنايا حكينا ديال الحامض. انا هنا درت الليكات اللي عندها باش ما يشدش فيها الكحوليه ديال القوق. هنا غادي ناخذ واحد نص حامضه، انا عندي هنا الحامضه كبيره، غادي نعصرها. غادي نديروها في الماء، نحركو ودابا غادي ناخدو شي موس اللي يكون حاد وغادي نقطعو هاد العود ديال القوق، نحاول نقطعه هنايا. ضروري خاص الموس يكون معضي. وهنا غادي نبداو نزلو في هاد غادي نقصو من هاد العويدات اللي كيكونوا هنايا قاصحين. هادشي ضروري خاصو يحيد حيت واخا يطيب كيبقى قاصح في النضيخ، ماشي تنضغش لينا. ودابا غادي نخوه من الداخل. نحاولوا نزربوه باش ما يكحلش. في الداخل ديالو ناخذ شي عويشقه ونبداو نفرغو فيه. هنا بعد ما خويتها غادي ندخلها في هذا الماء، وهنا غادي ناخذ واحد الطنجره نديرو فيها تقريبا هي طرونس ديال الماء او يطرو على القياس اللي عندنا ديال القوق، وغادي ندير واحد جوج معالق ديال النشا، جوج معالق. هذه النشا اللي عندنا غادي نزيد شويه باش نكمل جوج معالق كبار يكونوا عامرين. وغادي نزيد واحد نص حامضه معصره، نصفيوها من العظم
وغادي ندير قريصة ديال الملح، واحد القياس ديال الملح، شوية الملحة، وغادي نخلطو مزيان، نخلطو مع بعضياتو مزيان مع النشا كيبغي تحراك. هاد الطريقة زوينة يعني كديرنا مدة طويلة، وما كيبقاش اللون ديالو كحل بزاف، يعني كيرجع بيض، كيبقى في المذاق ديالو. ان شاء الله تعجبكم. ودابا ان شاء الله غادي ننزل القوق ديالنا، بلاتي نوريكم القوق كيف داير. انا مازال هنا مخليه فيها، مخليه حدا الحامضه اللي انا عصرت. ودابا غادي نحطو في هاد الطنجرة. بسم الله، نديرو نحطو على هاد الوجه باش يبيض لينا، حيت لتحت هو اللي كيكحل بزاف. غادي نشعل عليه النار ونقصها ونخليه مع التحريك حتى يغلى لينا، مع التحريك دائما. ملي نشوف الماء سخن غادي نبدا نحرك. هو خفيف كيطلع كيف كتشوفوا، هو خفيف، ضروري خاصنا نغطسوه مزيان. غادي نحسب ليه دابا واحد 3 دقائق يدير هاد الكشكوشه ونطفيو عليه ان شاء الله، حيت ما بغيناش يطيب. انا هنا غادي نطفي عليه، غلا لينا وبدا كيدير في هاد الكشكوشه. وغادي نوريكم وحده، اللون ديالو كيزيد يصفى. طريقه زوينه اللي بغى يحتفظ عليها شويه القوق، الا كان عنده كثير اولا مع رمضان بالسلامه اللي داخل علينا بالصحه ان شاء الله لنا وللمسلمين اجمعين. دائما خليهم مقلوبين هنا على وجههم. ودابا ان شاء الله غادي نحطهم يتسقطروا ويبردوا ونكمل معاك. هنا كيف كتشوفوا بعد ما برد لينا اللون ديالو كيبقى ابيض ما كيكحاش. ودابا ان شاء الله غادي نديروه في واحد الكيس ديال البلاستيك او هاد الاكياس اللي عندهم هاد السنيسله هنايا، نديرو في الفريغو الوقت اللي احتاجناهم ان شاء الله نجبدهم، ونديرو حنا واحد القياس اللي كنبغيو، كل قياس نديروه بوحدو. كيبقاو في اللون ديالهم. انا غادي نكتفي بهاد الشيء اللي انا درت. غادي نديرو هنايا القياس اللي حنا غادي نحتاجو، ونحاولو نفرغو الكيس ديالنا من الهواء. انا وريتكم هنا الوجه ديالو، وهذا هو القوق ديالنا كيف شفتو. نتمنى تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها ان شاء الله،
نقدر ننشر مع الأصدقاء، والله يعاونكم وتبقوا على خير إن شاء الله.